السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض الصف الثالث. Welcome to your channel. نلتقي اليوم مع يونت 1 الوحدة الأولى English. بروف أحمد زويل، الأستاذ الدكتور أحمد زويل. وياريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ يونت 1. يونت 1 الوحدة الأولى بروف بروفيسور أحمد زويل، الأستاذ الدكتور أحمد زويل رحمه الله. بايوغرافي السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور أحمد زويل. بروفيسور زويل was educated علم أو تعلم. was educated خد بالك مبنية للمجهول للباسف. أنا لو عايز أستخدم مكانها هستخدم مكانها learned تعلم. in Egypt في مصر. received تلقى. got حصل على. his BS BS اختصار ل Bachelor of Science. Bachelor of Science يعني بكالوريوس العلوم. with first class honors مع مرتبة الشرف الأولى. and MS MS اختصار ل Master of Science. Master of Science يعني درجة الماجستير في العلوم. from Alexandria University من جامعة الإسكندرية. and his PhD PhD اختصار ل philosophy doctor. philosophy doctor يعني درجة الدكتوراه. from the University of Pennsylvania من جامعة بنسلفانيا في USA الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا وهنا دي إجابة السؤال الأول question number one السؤال الأول. his honors الجوائز التي تسلمها والتكريمات والتشريفات التي حصل عليها. include تشمل more than أكثر من 100 prizes 100 جائزة. and awards اللي هي الجوائز الرسمية. وكمان orders of merit اللي هي أوسمة الاستحقاق. orders of merit and orders of states وأوسمة من الدول. states معناها دول ومعناها ولايات ولكن هنا معناها الدول. from around the world من جميع أنحاء العالم. he holds حصل على يحمل honorary degrees ليتش سايلنت. honorary يعني شرفي. degrees درجات علمية شرفية. in the sciences في العلوم. arts الفنون. philosophy الفلسفة. law وكمان القانون. and medicine الطب. from universities من الجامعات. and institutions يعني معاهد. around the world من جميع أنحاء العالم. وهنا إجابة question number two السؤال الثاني. he is an elected يعني منتخب. member عضو منتخب. of national and international academies للأكاديميات الدولية والمحلية. and societies والجمعيات والأكاديميات الدولية والقومية. he is renowned for مشهور بي معروف بي. his public lectures محاضراته العامة. and writing وكمان كتاباته. encompassing والتي تشمل. encompassing ممكن أقول which encompass التي تشمل. حذفت which وضفت للverb ing. science العلوم. and technology والتكنولوجيا. أحمد زويل is the father of four children هو والد وأب لأربع أطفال. and lives in California يعيش في كاليفورنيا مع زوجته ديما زويل. and is presently حاليا the Linus Pauling Chair Professor رئيس مركز لونس بولينج of chemistry لقسم الكيمياء. and professor of physics وأستاذ الفيزياء. and the director مدير of the NSF laboratory معمل NSF.
for molecular sciences لعلوم الجزيئات molecular sciences بنختصرها إلى LMS laboratory for molecular sciences at the California Institute of Technology لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في ولاية باسادينا USA الولايات المتحدة الأمريكية. The Nobel Prize جائزة نوبل دكتور أحمد زويل won فاز The Nobel Prize بجائزة نوبل in chemistry في الكيمياء سنة كام يا ترى؟ 1999 He was the third Egyptian هو ثالث مصري to win يفوز ب The Nobel Prize بجائزة نوبل after بعد مين؟ أنور السادات الرئيس أنور السادات 1978 in peace في السلام and نجيب محفوظ 1988 in literature في الأدب دكتور زويل was recognized for يعرف ومشهور به his pioneering efforts جهوده الرائدة using في استخدام ultra short فائق القصر laser flashes ضوء الليزر فائق القصر يا ترى ليه to monitor لتصوير chemical reactions التفاعلات الكيميائية دكتور زويلز ultra fast lasers يعني أشعة الليزر فائقة السرعة ultra fast capture بتسيطر على مين chemical reactions تفاعلات الكيميائية of atoms بتاعت الذرات and molecules والجزيئات as bonds form and break during a reaction كما تتكون الحزم وتنكسر أثناء التفاعلات this area of physical chemistry هذا المجال أو جزء من الكيمياء الفيزيائية physical chemistry الكيمياء الفيزيائية is named femtochemistry تسمى إيه الكيمياء الدقيقة femtochemistry دكتور زويلز تكنيك الأسلوب بتاع الدكتور زويل uses بيستخدم الليزر flashes أشعة الليزر of such short duration لمثل هذه الفترات القصيرة duration يعني فترة that these chemical reactions occur in real time واكتشفنا إيه أن هذه التفاعلات الكيميائية chemical reactions occur تحدث in real time في وقت حقيقي وهنا إجابة سؤال الخامس number 5 وزي ما احنا شايفين يا شباب في الصورة اللي قدامنا دكتور زويل receiving the Nobel Prize يتسلم جائزة نوبل سنة كام 1999 من سويسرا زويل's key work العمل الرئيسي للدكتور زويل has been as the pioneer أصبح هو رائد of femtochemistry الكيمياء الدقيقة inspired by Zweil's pioneering experiments وملهمين بالتجارب الرائدة للدكتور زويل scientists all over the world يدرس أو يقوم العلماء في جميع أنحاء العالم are studying بدراسة processes عمليات with femtosecond spectroscopy باستخدام المجهر الدقيق femtosecond spectroscopy المجهر الدقيق in gases في الغازات fluids السوائل and solids والأجسام الصلبة on surfaces على الأسطح in polymers في البوليمرات and in biological systems وكمان في الأنظمة الحيوية applications والتطبيقات على هذا الاكتشاف applications يعني تطبيقات range from تتراوح من how catalysts العوامل أو المعاملات إزاي وكيف هذه المعاملات function تقوم بوظيفتها and how molecular devices
وكيف أن هذه molecular devices يعني الأجهزة الجزيئية molecular devices أجهزة جزيئية should be designed يجب أن تصمم يعني أنا بستخدم هذا الاكتشاف في كيفية تصميم الأجهزة to be the most delicate mechanisms لكي تتفق مع أبسط وأقل التقنيات mechanisms تقنيات of life processes of life processes في العمليات الحياة and how the medicines of the future should be designed and produced وكيف يتم تصميم وإنتاج الأدوية في المستقبل دي كلها تطبيقات للفيمتو كيمستري الكيمياء الدقيقة وزي ما احنا شايفين هنا شباب إجابة question 4 السؤال الرابع new vocabulary المفردات الجديدة PS PS prize honorary degree honorary which is silent institutions institutions molecular science molecular science pioneering capture capture T-U-C honor honor جماعة honors awards awards arts renowned renowned reaction catalyst catalyst ويلا بينا يا شباب نشوف grammar some يعني بعض يليها اسم جمع او اسم لا يعد اسم جمع او اسم لا يعد يعني تنفع مع العدد والكمية وتستخدم في الاثبات والعرض والطلب اثبات عرض طلب جملة مثبتة او بعرض بيها على حد حاجة او بطلب منه حاجة طب نشوف examples she has put جملة مثبتة some new books بعدها اسم جمع طيب للعرض هقول what do you like هل تريد some tea some يليها اسم لا يعد I'd like some coffee ده طلب some يليها اسم لا يعد وهو coffee بعد كده يا شباب عندنا any any يعني اي وتأتي في النفي أي الجملة المنفية والسؤال جملة الاستفهامية سما hasn't got hasn't جملة منفية any friends any friends بعدها اسم جمع يبقى إذن يا شباب any ينفع يجي بعدها اسم جمع وينفع يجي بعدها اسم لا يعد have you got سؤال any money any بعدها اسم لا يعد money any يعني أي وتأتي في النفي والسؤال يليها اسم جمع أو اسم لا يعد بعد كده شباب عندنا a lot of يعني كثير من يأتي بعدها اسم جمع أو اسم لا يعد they have got يملك a lot of الكثير من money money اسم لا يعد many يعني كثير ويليها اسم جمع much يعني كثير وليها اسم لا يعد for example we have got many friends many يليها اسم جمع friends she has got هي تملك she has got هي تملك much rice الكثير من الأرز much يليها اسم لا يعد how much يعني كم للكمية يليها اسم لا يعد اللي هو rice has she got كم للكمية how many يعني كم للعدد يليها اسم جمع friends have you got وكيف تستخدم هذه القاعدة في سؤال للريرايت يا دكاترة for example how much بيأتي بعدها اسم لا يعد bread do you want عايز استخدم how many عايز استخدم how many يبقى إذن بشوف الايه أداة التجزئة التي تستخدم مع البريد وهو a loaf of واجمعها loaves أرغفة how many loaves of bread كم عدد أرغفة الخبز do you want يبقى إذن أنا حولت الاسم الذي لا يعد وهو بريد إلى اسم يعد
اللي هو loaves of bread باستخدام أداة التجزئة. أدوات التجزئة منها a piece of قطعة من, a sheet of تستخدم مع البيبر فرخ من الورق, a cup of فنجان من, a slice of شريحة من. A slice of شريحة من. ويلا بينا شباب نشوف أسئلتنا. Translate the following into Arabic, ترجم إلى اللغة العربية. Professor Ahmed Zuhail was the third Egyptian. كان الدكتور أحمد زويل هو ثالث مصري. Awarded the Nobel Prize, يمنح جائزة نوبل. After the President Anwar Sadat, بعد الرئيس أنور السادات سنة 1978 in peace في السلام. And our great writer, وكاتبنا العظيم نجيب محفوظ سنة 1988 in literature في الأدب. We as Egyptians, ونحن كمصريين, must be proud of them, يجب أن نفتخر بهم. ونشوف أسئلة أخرى. A. Answer the following questions. Number 1. In brief, باختصار. Sentences, جمل مختصرة. Speak about Dr. Zuhail's education, تحدث عن تعليم الدكتور زويل, وده جاوبنا عليه. Number 2. In what fields does Dr. Zuhail hold honorary degrees, في أي مجالات حصل الدكتور زويل على درجات شرفية. Number 3. What is femtochemistry, ما هي الكيمياء الدقيقة. What is femtochemistry. Number 4. Zuhail's key work has been as the pioneer of femtochemistry. يبقى العمل الرئيسي للدكتور زويل كان هو أساس والعمل الرائد في الكيمياء الدقيقة. اكسبلين, اشرح. تمام, ذكرنا إجابته. Number 5. Who are Egyptian winners, من هم المصريين الفائزون of the Nobel Prize, بجائزة نوبل, وذكرنا. Number B. Circle the correct answer. Professor Zuhail was awarded the Nobel Prize, منح جائزة نوبل in chemistry, في الكيمياء. Number B. How many children, كم عدد الأطفال does Dr. Zuhail have. 4. 4. Number C. Anwar Sadat won the Nobel Prize in, فاز بها في مجال A. Peace, السلام. D. Who was the Egyptian who won the Nobel Prize in Literature, من المصري الفائز بجائزة نوبل في الأدب. نجيب محفوظ. Number E. Ahmed Zuhail won the Nobel Prize in, في سنة كام. 1999. وبعد كده Number C. Complete, أكمل. دكتور زويل was recognized, يعرف. 4. B. Monitoring تصوير. Chemical reactions, التفاعلات الكيميائية. Number B. Professor Zuhail is renowned for, مشهور بإيه. His lectures, محاضراته. And writings, وكتاباته. Number C. Dr. Ahmed Zuhail is living now in California. Number D. His honors include more than 100 prizes. Number E. He is presently the Linus Pauling Chair Professor of Chemistry in USA, في الولايات المتحدة الأمريكية. ويلا بينا يا شباب نشوف exercises, تمرينات. Put much, استخدم much, many, a lot of, any or some, in the blanks, في الفراغات. Number 1. Do you know much of geography, وينفع a lot. Number 2. We don't have, في نفي هنا, هستخدم any, friends in this town, وينفع استخدم many. Number 3. Our government spends, تنفق, much money, لأن money لا تعد, on schools. Number 4. Are there any boys in your class, ينفع any, لأن ده سؤال, وينفع many. Number 5. He said there was too sugar in his tea, much sugar. Number 6. How many classes are there in your school, many, لأن classes جمع. Number 7. There isn't any milk,
any لان الجمله منفيه وينفع استخدم much لان ملك لا تعد. 8 Mr. Ali sometimes gives us يعطينا a lot of homework الكثير من الواجب. Number 9 How many classes classes جمع are there in your school? 10 Many hands make light work. Many hands بعد اسم جمع. Number P translate into Arabic ترجم الى اللغة العربية. Modern youth الشباب في العصر الحالي face يواجه الشباب الحديث او في العصر الحالي many problems الكثير من المشاكل. عند الترجمة بنبدأ بالverb يا شباب يبقى يواجه which they cannot solve والتي لا يمكنهم حلها and these problems هذه المشاكل affect their future life تؤثر على حياتهم في المستقبل. وبكده يا دكاترة نكون وصلنا لنهاية يونت 1 وما تنسوش لايك وشير للفيديو وكمان سبسكرايب في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة مع خالص أمنياتي محمد عزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.